هاد القافلة الطبية الهدف ديالها بدرجة الأولى هو دعم الفئة المعوزة اللي محتاجة للفحص الطبي واللي هي بعيدة عن مراكز العلاج. استهدفنا هذه المنطقة بالخصوص لأن لاحظنا أن كاينة ساكنة بعيدة بشكل كبير على منطقة ولاد عبو، دونك هي المنطقة اللي فيه ممكن يجي ويشوفوا الطبيب. بالنظر للعدد الكبير ديال النساء اللي فيها فضلنا أننا نجيو لهنايا ونشوفوهم. إذا اكتشفنا أمراض حنا غادي نواكبوهم في المستشفيات، وإذا كانوا بخير داكشي اللي كنتمناو إن شاء الله. فهو بالهدف الوقاية خير من العلاج، هذا هو الشعار ديالنا في هذه القافلة، أننا نتفاداو أمراض اللي ممكن تكون ترجع على هذه الاسره باضرار كبيره على الصحه ديالهم ولا حتى المستوى الاقتصادي ديالهم. لان ملي كنقولوا مرض راه مصاريف، راه بزاف الظروف قاسيه كيدوز منها الانسان. فحنا حاولنا نوفروا هذا الشيء بالمجيء ديالنا للمركز الصحي لمنطقه ولاد عبو، ونشوفوا النساء اللي كيعانيوا من اي مرض. ومعنا اطباء اختصاصيين، معنا دي راديولوج حتى هما حاضرين اللي اختصاصيين في الاشعه، والحمد لله بالتنسيق مع جماعة ولاد عبو بالشخص الرئيس ديالها السي العربي الطحيني والباشا هذه المنطقة. الحمد لله توفرت لنا جميع الظروف باش قدرنا نجيو لولاد عبو. الحمد لله هي أهمية كبيرة أنك تجي تحاول تكتشف واحد المرض قبل الوقوع ديالو، ماشي بحال الا حتى وقع المرض عدينا كنقلبوا على العلاج. فالوقايه كتخلينا نتفاداو اخطار كثيره ممكن يطيح فيها الانسان بصفه عامه وبالنساء بالدرجه الاولى، لان احنا عارفين المراه اللي في الباديه فهي كتعاني من ظروف قاسيه، لا في العيش ديالها ولا في تربيه الاولاد ديالها لا في البعد ديالها على المركز الصحي. فالا جينا عندها قبل وشفنا شنو ممكن يكون قبل، خير من اننا نجيو حتى يوقع المرض ونقولوا اجي نعالجوه. وهذا شيء معروف بشكل كبير. المنطقة الحمد لله فيها مركز صحي، ولكن احنا عارفين انه ما كافيش. مثل هذه المبادرات كيدعموه، كيحاولوا يخفوا الضغط اللي ممكن يوقع، لان خاصة كتجيهم حالات ولادة، كيجيهم حالات كثيرة. فإلا حاول كل فرد منا ولا كل جمعية حاولت أن تدير هذه المبادرة، فغتكون غتخفف الضغط على المنطقة الحمد لله. من بعد هذه القافلة غادي يكون واحد اللقاء ما بين أعضاء الجمعية باش نديروا مع الأطباء الطاقم الطبي اللي حاضر معنا، غادي نشوفوا الحالات اللي شفنا، واش كاين أمراض مزمنة، واش كاين أمراض كتطلب أننا نتابعوها في المستشفيات. ما أن ولاد عبوية تابعة لجهة برشيد ستات بجهة الدار البيضاء ستات، فحنا أولى بينا إلا اكتشفنا حالات فيها أمراض مزمنة غادي نتبعوهم داخل المستشفيات، غادي ناخذوهم حالة بحالة أو حالات مجموعة بالتنسيق مع إدارة المستشفى بطبيعة الحال، ونشوفوا واش هاد الناس محتاجين جراحة، محتاجين أدوية في عين المكان، بالتنسيق معاهم إن شاء الله غنسهلوا لهم هاد الأمور. المشاركه ديالي في هذه القافله الطبيه كتدخل في اطار الفحوصات اللي كتقوم بها من اجل التوعيه اولا، ومن اجل التشخيص المبكر ديال بعض السرطانات عند المنعطف. كتعرفوا بان سرطان الثدي هو واحد السرطان كبير، وبان الاكتشاف المبكر ديالو تعطي واحد الحظوظ كبيره في العلاج. كذلك كنشوفوا جميع الحالات ديال النساء اللي عندهم مشاكل ديال الجهاز التناسلي او المشاكل ديال الثدي، وتنحاولوا ننشدوهم. نحاولوا بعد اولا نعملوا واحد التشخيص، ونحاولوا ننشدوهم الى مراكز العلاج ديالهم. جميع الامراض كنلقاو مثلا الالتهابات، كنلقاو التعفنات، كنلقاو الاورام بحال في الصباح، ورم مثلا في الصباح لقينا واحد ورم ديال الثدي، كنلقاو مساء المشاكل ديال الانجاب، العقم عند المراه، العقم عند الرجل، الالام ديال الجهاز التناسلي، السيلان، التعفنات، هادو كلهم مشاكل تنقدروا نكتشفوهم في هذه الحملات الطبيه. اللي اهم حاجه وهو التشخيص ديال الاورام، لان كيكون خاصه بالنسبه لسرطان الثدي وواحد السرطان ما تعطيش الحريق با دولور، دونك سكي في بالنسبه للمراه ما كتعطيش واحد الاهميه، كتحس بواحد الثلاثيه وكتقول لك راه عاديه. ملي كنشوفوها وتنبهوها بان راه مشكل، ديك الساعه كنكملوا بلا ماموغرافي وليكوغرافي، تنكملوا الفحوصات ديالنا باش كنا يكون عندنا واحد التشخيص، وديك الساعه كنبداو العلاج.
تم تنشوف بانه هذا المستوصف اللي عندهم غير كافي باش نسميتو للتشخيص جميع الحالات، لان كاين حالات طبيب هذا عمومي ما يمكنلوش يشخصها، واغلبيه هاد الناس ما تيمشيوش لي سونتر المراكز بحال الدار البيضاء بحال باش يكون ان سويفي، فهمتي؟ ما كاينش، تيبقاو هنايا حتى الحاله ديالهم تتستفحل وتتولي حاله مستعصيه. اذا خصنا مثلا اللي جا واحد الحاله، كاين المستعجلات، هذيك المستعجلات طبيب عمومي تيعرف بانها مستعجله ويرسلها رابيدمون بسرعه للمركز متخصص. هاد القوافل الطبيه كيساعدوا الناس بزاف، خاصه دوك اللي عندهم الهشاشه، والحمد لله هذه ثاني قافله طبيه بتنسيق مع جمعيه قلوب متضامنه، والحمد لله ساعدت. القافله الاولى كانت طب العيون والسكري وداك الشيء، وهذه ديال امراض النساء اللي ساعدوا الناس بزاف، وخاصه اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه. هذا عندنا مركز صحي، وحنا كنحاول ان شاء الله مع وزاره الصحه باش يكون هنا واحد المركز مستشفى محلي. علاش؟ حيت كاين خمسه الجامعات اللي تقريبا واحد 70 الف ديال الساكنه اللي محتاجه ما تبقاش ديبلاصه لبرشيد ولا الدار البيضاء ولا سميتو، اذا خاصنا اختصاصات هنا. ملي يكون مستشفى محلي بطبيعه الحال غادي يكون الاختصاصات.